بلاد هذه بلاد سياحيه، رانا عارفين بالبلاد السياحيه بامتياز، ونتمناو ان شاء الله من نتمناو ان شاء الله من الاخ وزير السياحه ورجل فاضل ومحترم يدير زياره لهذه الولايه. حنا رانا عارفو مليح، رانا شايفين لبنان، رانا شايفين اوروبا، رانا شايفين سوريا، رانا شايفين هذا الجبل هذا كون جا في بيروت هذا كره راه معمر تيريفيريك، راه معمر فنادق الفوق، راه معمر قرى سياحيه، راه معمر. تمنينا وزاره السياحه تجي تعمل يعني الجو راه مليح لنا، نتكلموا على 35 درجه، 35 درجه مش سخونه، كانوا قادرين اخوانكم اللي راهم موجودين في المدن الصحراويه نديروا لهم هنا مدن سياحيه وقرى سياحيه، يجي لهنا يعيش يتبرد، وجزء من المصروف نتاعو اللي يروح يصرفوا في تونس والله بما يجي يصرفوا لهنا، علاه يروح يصرفوا في دوله اخرى؟ يلقى لهنا يا مولا خارج باسبور، لا محتاج لا عمله صعبه لا دوفيز، بالدينار، ويلقى جماعته اللي يحترموه ويضحكوه، حتى كان ما كانش ما ذاك النهار يعني ما كانش وجد ماكلته وكذا، ياك الدار اللي تجي فيها يقول له تفضل تعشى ولا تغدى، ولو اني انا من اللي جيت لا شربونا لا كاس قهوه ولا غدا لا عشاء.